والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الاحتفال، نحاول بقدر الإمكان استثمارا للزمن المتاح الإحاطة بأهم هذه المقاصد. في البداية يثمثن الجزائر النغ أم الأمة سنف مرة سراج الملوذ، الملوذ ذس عزيزا ذس غلايا ذس إسعى نزل ذم قران ذي الدين النغ يثو ذرث النغ ميم ذي التاريخ النغ ظرف كان مدينة الوقروذ ذقوراقي الملوذ اسم الملوذ إسعى المعنى الملوذ اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكوي ذورا النغ ثمورا النغ مرة يحضر ما فغن ارثوي زيني في اللحن صلين في النبي صلى الله عليه وسلم هكا أذفغن في وزين روحنا أذ مهرن ويتسكفوا ذيوا أصلين في النبي صلى الله عليه وسلم إم ذيزن يعني الشعراء يفتتحون قصائدهم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تذكرنا أذكرني زيك أتصف دائما اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وريغافارا ما الذي جمعت نجمع مغارا أسيني هذه الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم إلى وراي في نوال بلا ما يصلى في النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميكفى ولكن ما وقم الحمد لله ما استغفر الله ولكن أتيفذو الصلاة والسلام في النبي صلى الله عليه وسلم أرنوياس ذي الفاتحة مرض الشيخ الفاتحة عقود القران أسيني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النسبة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة في جميع أحوالنا وفي جميع مجالسنا إذن الاحتفال ليس معناه أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسيناه ولكن نذكره وقد ذكرناه معنى إلا سلام الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وربي ورفعنا لك ذكرك ربي رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذكره في العالمين ورفع مقامه في العليين فصارت درجته عالية سامقة أنه إذا ذكر اسم الله يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام معه هذه رسالة أولى الرسالة الثانية يكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكر في موضع النداء في القرآن إلا بوصفين بوصف النبوة وبوصف الرسالة في موضع النداء ولم يساوي النبي على ربي سبحانه إلى أنبياء يمشي عندي شجاع أغر ثاكو القرآن أتفضل رب سقريا إبراهيم سيسميس مباشرة قد صدقت الرؤيا يا موسى إني أنا ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إيون إيون مدي بضر النبي عليه الصلاة والسلام أم كسي السول يا أيها النبي نغ يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إذن بعد هذه المقدمة نروح لذكر المقاصد بشكل مركز المقصد الأول تجديد الوفاء والعهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني أماكن الفرصة يجي ديوث أنت هنيتسي لها نطاس باش نفك العهد الجديد في صلى الله عليه وسلم تجديد العهد خطر يغار نسعى العهد يدس ما ردين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقع عقد وربي ينزل القرآن الكريم في أوائل المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صفي إذن فرصة لتجديد العهد وما أحوجنا إلى تجديد العهد مع الله ومع رسوله وأيضا سائر العهود والعقود شحال عهود إنسان لذلك جاء النص القرآني شاملا مستغرقا لجميع العهود والعقود والالتزامات يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مبدأ اسم مبدأ الوفاء بالالتزامات والعقود مهم جدا لو كان رجعوا إلى حياتنا نلقاو الكثير من المشاكل والمشكلات والنزاعات سببها عدم الوفاء بالعهود أكان جماعة الخير لين تخصام أطاس بوغورني قلان يثوذر في قمذانا السبب
العقد ذو رسالة القيمة أوكين فالور غسمة الكاغوز غسمة غير النوتير غسمة أكام ما يطبقش مشكلة. لذلك لابد من مراجعة حينما نعيش هذه المحطات. هذه المحطات لازم نستثمرها للمراجعة. إخي قرن زيش ربي يعفو يغفر يوين يشضن يوخر ما الذي وندى يعني يخول في مسلاقي في المسلاي هذه راجع إيمانيس والسلام وربي غفور رحيم. ولكن هذا درس ومقصد عظيم نستنبطه من خلال هذه الذكرى ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقصد الأول وكذا مزواره والسين. المقصد الثاني هو أيضا إعادة النظر في تعاملنا مع الكتاب مع الوحي الطاهر. بمعنى آخر إعادة النظر في تعاملنا مع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترك ميراثا. ممكن إنسان كيموت يخلي أرض يخلي أشجار يخلي دراهم وهذه الورثة لا يحتاجون إلى وصية. الورثة بلا ما توصيهم يعرفوا يا حسرة يعرفوا الإجراءات لي بروسيدور لي نوتير دراهم كل شيء الحقوق خطر ميراث. ولكن كان ميراث من نوع آخر تركه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الطاهر الكتاب والسنة السيرة المطهرة. إذن لابد من إعادة النظر لابد من مراجعة علمية منهجية صريحة عاجلة لتعاملنا مع ميراث النبوة. والله الذي لا إله غيره ميراثه لا ميراث مثله ما كانش والوقت لا يسمح. ولكن الوحي الوحيد اللي بقى زدي صافي طاهر هو هذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يقتضي حفظ السنة. حفظ السنة يعني مادام عندنا ميراث كتاب مطهر الحمد لله. غيرنا لا محرومون من هذا النعيم. تفاند القيمة تفاث من ميدي طلام هكا ما كيوشو غورن طلام. تظهر قيمة الأنوار حينما يكتنفك ديجور الظلام. وين كاين تحريفات وكذا احنا الحمد لله القرآن مازال وحي طاهر كما هو والسنة أيضا كيف كيف والحمد لله. إذن إعادة النظر وكي نقرأ القرآن والسنة هنا العمل. بمعنى كما يقول السلطان العلماء العز بن عبد السلام قال كي تقرأ القرآن والسنة فيها التزامات فيها عقود فيها وعود فيها وعيد فيها أوامر فيها نواهي طبقوها تعيشون في عز وسلام وبعدين يوم القيامة في رفعة المقام. إذا كان الأنبياء ربي قال في حقهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا une méthode, une méthodologie. يعني نحوج منهجية رغم أنه نبي مؤيد بالوحي مؤيد بالله عز وجل ولكن كمل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولكن لازم منهاج لازم ينفذ لازم طريقة عمل. لذلك القرآن والسنة يرسمون منهاج في جميع مناحي الحياة. وين حبيت تندث غير أتفض الإسلام يغدي جان في صلى الله عليه وسلم إن جرغ دا فريذ ولكن ذا فريذ سلامة وثكين دما. أما ذخن توشولت الخلية الأولى في المجتمع أما ذخل بذروم القبيلة أو العشيرة أما ير الجيران أما ذي الجوامع أما ذي الإدارة أما ذي السواق في عالم التجارة في جميع العوالم وفي جميع فضاءات الحياة. معناه وقد صدق الله إذ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عقيدة عبادة أخلاقا وسلوكا ومعاملات في جميع مجال الحياة. ثم قال في سورة الجاثية في الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المقصد الثاني ذو. المقصد الثالث مهم جدا ننظر في أدوائنا أي في أمراضنا في مشكلاتنا ونستخرج من ميراث النبوة الأدوية الناجعة للرماد زوردونوس. كل واحد جميع الأمراض مثلا على سبيل المثال الحصر حب الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوطن وعلمنا حب الوطن. أتدرون مكفر سيمكار المدينة سوفانتيخ
سوفغنت اسي تمسلاي مكه اسي قر سوفغني تسمورتي حمله ذيني دلوله وخرجا عنوه. لذلك القران وكان معه صاحب ابو بكر الصديق سجل ذلك الامر القران الكريم بخلود خالد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. خلاص نخرجوها لا نستحق الحياه في وطن لا نحميه. بالمختصر المفيد لا نستحق العيش في وطن لا نحميه. الرساله للجميع. الامر الثاني هذا امر يعالج اذا كان في عنده خلل الانسان يعالج من خلال قراءه وحي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي نزل عليه وكذلك السيره نتاعو المطهره. زيد في امر الصحبه مادام ذكرنا الصاحب وعلى بالكم الصحبه هذه عندها مقام رفيع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمي سنين دوكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمي سن كان صحابه تقول تسعى المعنى على بالك تسعى المعنى ذم قران الصاحب نكون سيدي زرت النار اطفض شحال قمذانا الحمد لله سعى دوكال اصدقاء صداقه ولكن صحبه مبنيه على الايمان وعلى الاخلاق والقيم ماشي الصحبه نتاع المصلحه لا لا هذه لا لا تدوم. الشيخ عمر الله يرحمه قال لك حضر نشفى ناس دايما غادي سمكتاي ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سلام سك ولا قيس غرس ذا ولس عن الزال ذم قران. ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء ذي التقديس بن ورفيق لذلك ذكره الله عز وجل وخلده في آي القرآن إذ يقول لصاحبه. إذا جماعة الخير الصحبة الآن بالإنترنت نوجه رسالة إلى الشباب شباب صحبة سمحوا لي على كل حال كنتم زمانكم الله يعينكم من زمان نتاعنا كنا نلعبوا لعبوا البالون لعبوا نتلاقوا فصفص. هذه مسألة خطيرة جدا. علماء النفس الآن في أمريكا قال لك يديروا تقنيات عالية المستوى في الكوتشينج في كذا وكذا وكذا باش فقط يصنعوا حاجة اسمها صحبة صحبة حقيقية. احنا موجودة أصلا أصيلة في غادينيغ ما يلزمش الصحبة تبقى غير بالخيوط هكذا يلعب بهذاك اللي اسمه نتاع الانترنت والسلام عليكم. يقول لك عندي 1000 صاحب. الله يا بابا يا بابا وكيد الصحابة وكيد الصحبة. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتخذ الأصحاب وكانوا الصحابة فعلا كانوا أوفياء نشروا الدين نشروا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في بقاع العالم هم الصحابة. بالمناسبة بين قوسين نشهد هذه السنوات الأخيرة واحد الطريقة مش مليحة في الطعن في الصحابة الكرام. احذروا يا شباب احذروا من الطعن في الصحابة لأن الطعن في الصحابة معنى طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم معنى طعن في الوحي. ربي قال هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين المهاجرون الأنصار إلى آخره. لذلك جماعة الخير احذروا فلنحذر من الطعن والتجريح في صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أيضا ولا مثلا صلة الأرحام إذا في شفنا تشتت في الأسر ولا في المجتمع نروحوا نجبدوا دواء من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم باش زوران وري جزارة غادي تشرعيف أن فضير ثسد ويثيرو وري جزارة أذلوغن ولاون أما ذخنت وشوليني ذيري ذمن أما جارن غاقلا غادي نسلمن ذي المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة إلاق أنوغال أرض شرعيف أنوغال غا الوحي في غادي في ربي في صلى الله عليه وسلم باش دناوي الدواوي ألا يزيزدين أولاوان وزيك قرني مغارا مزديث أولاوان أذ شبحا وذماوان. لذلك يا جماعة الخير باختصار هذا مقصد ثالث اللي هو معالجة جميع ألوان الخلل في حياتنا الاجتماعية الاقتصادية الأسرية في جميع المجالات من خلال الدراسة العلمية المنهجية لمنهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم.
المقصد الرابع وبذلك أختم، ما هو؟ نقول نحن كأمة الآن، ربي قال في القرآن الكريم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سؤال، هل المسلمون تاع الآن هذا العصر في مستوى الإسلام؟ الجواب باختصار لا. طبعا ليس حكما عاما، هناك من المسلمين الأذكياء الأوفياء الأتقياء الأنقياء اللي فاهمين رسالتهم الحضارية في عالم اليوم، لك تحديات على جميع في جميع المجالات. دورنا كمسلمين، هل ترى فكرنا في بناء حضارة؟ الحضارة الغربية المعاصرة الآن، البارح كنت في بجاي بالمناسبة رحمة السلام عليكم، ذكرناهم بواش قال الشيخ مولود قاسم في لسيا فوربي في ملتقى الفكر الإسلامي في 85. أولا جابلنا هدايا، الله يرحمه، هدايا. الهدية الأولى جاب مستشرقة ألمانية لدارت كتاب شمس الله تسطع الغرب، وقالت باللي الحضارة الغربية اليوم مدينة لحضارة المسلمين، حضارة الإسلام مدينة، وهذه شهادة حق. وقالت حاجة أخرى خطيرة ومهمة، قالت حضارتنا اليوم ماهيش مليحة تكنولوجيا، نعم لا تكنولوجي طب قمة، ولكن أيضا حضارة تزرع الشقاء، حضارة تزرع الدموع، تزرع الحروب والفتن. إذن عقلاء الغرب دقوا ناقوس الخطر، ولكن هي تنتظر تقول ماذا بك أنتم يا مسلمين، بنيوا حضارة كما بنيتها سابقا. هذه شهادة نركز عليها، ونروح الآية 143 من سورة البقرة. ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، علاه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أتدرون ما معنى هذه الآية؟ معنى تدعون إلى تحقيق الشهود الحضاري، معناه الأمة لا يجوز لها أن تغيب، لا يجوز أن تغيب، تكون حاضرة حضورا فعالا في مجال هذا البناء الحضاري. وبعدين الأمة إذا استوعبت هذا الوحي ومنطق هذه الآية ستبني حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه، وهذا هو المقصد الكبير باش تنال مقام الأستاذية الكبير. أي مثلا فقد يوث نقطة، نقطة في السنة في بيغد الهادية النظام، الشاعر بدر الدين، وين انعقد مؤتمر الصومان في الرحلة نتاع الملتقى، كانت المفاجأة باش يعطينا الصحبة، وهذا الشاعر الكبير لم يزور الجزائر إلا في 85، في سنة 56 هو يحكي، قال الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله صاحبي ذم دا كوليس، إن ياك شما غادي تزور ذي البروينس ذي نادي القاهرة، إن ياك تواريخ يتسرو، وجدته يبكي، إن ياك قلت له ما يبكيك يا إمام، أشي مستروض أشو سينا الشيخ البشير وهو حجة في اللغة العربية وبليغ، إناس لا تحزن يا صاحبي، إناس إنها دموع الفرح، بشائر النصر جاءتني من الجزائر، إناس حزنا راه إناس مطون الفرح، خاطر ممكن الإنسان يبكي بالفرح ماشي راضي بالقرح. والشاعر قال زمان: يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. بعد اسمي سيناء ولقي فرحة المجاهدين ديال الجزائر انتصرا فرنسا بضنطيد الخضارات، فرحة ضغط في روسي الفرح. الشاعر على بالكم تحركت قارحته وبدأ قصيدته من الدموع، إناس دمع، هذا مطلعها: دمعي معك روحي معك والقلب في خفقانه يسعى معك يا ابن الجزائر يا أخي ما أروعك. قصيدة رائعة قرأها الشاعر بدر الدين في البجاية وين عقد مؤتمر الصمام، وبعدين كي قرأها زاد بكى الشيخ البشير ورفد يديه لربي سبحانه، إنس أسأل الله أن تستقل الجزائر وتزور الجزائر وتقرأ القصيدة على مسامع الجزائريين، استجاب الله الدعاء. وهذا الشاعر إنك أول مرة نزور الجزائر اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان من تقديم الشيخ البشير الشيخ عبد الرحمن الشيبان رحمه الله ورحمه الله الجميع. جماعة الخير،
هي أمانة. إذن هذه رسالتي الآن باش نقول لكم نحتفلوا، نحتفلوا في أرض الجزائر، ولا ننسى أيضا الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل باش نكونوا مستقلين. نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ننسى أيضا دورنا الحضاري اللي هذا ينبهنا جميعا باش كل واحد يخدم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الخاتمة الشيء اللي عجب بزاف هذه التكريمات نتاع القرآن وحفظة القرآن وحفظة السنة ما شاء الله. والله كي سمعت الشيخ رشيد الآن يعلن وسيد المدير أيضا أعلن على هذا فرحت بزاف على وانتم فرحين كامل أنه هذا هو الوفاء. نحافظوا على القرآن الكريم كما حافظوا عليه أجدادنا إثم عمرين سولاش، ما عندهم لا تراكتورات ولا الكاميونات ولو كل واحد يخدم إثم عمرتين ويزمر ويبيض الزيت ويبيض الصلصال ويبيض أغانيم القصب يقطعوا القصب باش يدير بها القلام، ما كانش ستيلو ما كانش لورديناتور هكذا، واللي عنده العسل واللي عنده البصل واللي عنده البطاطا باش يحافظوا على القرآن سولاش كما أجدادنا حافظوا على القرآن الكريم. احنا ايضا لازم نحافظوا عليه، ولكن اننا في حاله من اليسر باش نكونوا خير خلف لخير سلف، فنعتز بامجاد الاجداد وهذا جميل والاجمل ان نبني امجادا على امجاد. هذه من جهه، من جهه اخرى سنه النبي صلى الله عليه وسلم نخدمها كما خدمها العلماء، خدمها الامام البخاري، الامام مالك صاحب الموطأ، الامام مسلم، الامام الترمذي، الامام الحاكم في مستدركه. بالمناسبه عطلنا جابنا واحد الحديث رائع، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رائعة. يقول أمتي أمة مرحومة باش ما يزرعش اليأس، هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه. أمتي أمة مرحومة، إذن فلا يأس ولا مجال لليأس، نخدم السنة كما خدمها العلماء الأوفياء الأتقياء فنكون خير خلف لخير سلف. أكتفي بهذا، جاوب ثلويث سمحتي مطول فلاون أرثي مليث السلام ربي فلاون.